السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. زي ما تعودنا مشاهدينا وزي ما طبعا كل المشاهدين واللي بيتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك إننا بنعمل حلقات متخصصة للمرأة وللأزياء. حلقتنا النهاردة مع مصممة الأزياء نعيمة كامل، هنشوف الجديد اللي كان في ديفيليه آر أند كي في دبي، اللي احنا طبعا سافرنا برنامجنا النهاردة وتلفزيون النهار وغطينا الديفيليه وزعنا الديفيليه طبعا وشفتوه معانا في حلقة قبل كده. أهلا بيك يا نون. ازيك يا دودو؟ اهلا يا حبيبتي، ازيك. وطبعا احنا في الحلقه اللي فاتت زعنا التقرير بتاع الديفيليه، انت النهارده بقى معانا على الهوا، فحابين ان احنا طبعا نبارك لك انك انت اول ماركه ملابس مصريه للمحجبات في دبي وفي الامارات، فالف مبروك، وده شرف وفخر لينا كمصريين. الله يبارك فيكي. طبعا انا كنت مبسوطه جدا ان انتم معايا وقناه النهار وكل الجروب بتاعك، يعني كان فعلا عملوا مجهود معانا هناك، وحاجة حلوة طبعا وشعور حلو جدا لما انت زعتي الحلقة اللي فاتت، انا ما شفتهاش عشان كنت مسافرة، لسه شايفاها امبارح، كنت لسه بقولك قبل الحلقة بجد انا عيطت، يعني اللي هو لا يعني شعور حلو قوي ان انت تبقي بتعملي مجهود وتلاقي النجاح ده وتلاقي حب الناس اهم حاجة طبعا، فدي حاجة حلوة قوي، وان احنا نشرف مصر بجد برا بالصناعة بتاعتنا وان احنا نكون فخورين بالصناعة المصرية. الحمد لله. احنا طبعا النهارده هنعرض مع بعض كل الموديلات اللي انت عرضتيها في الديفيليه في دبي، وهنتكلم على موديل موديل، وهنعرف بقى من خلال حلقتنا. وطبعا لو حابين مشاهدينا تشاركونا بتليفوناتكم واسئلتكم عن موضه السنه دي والالوان والخامات المستخدمه. احنا نبدا كده بقى معاك يا نوني ونشوف اول موديل ونعلق عليه. ماشي. طبعا احنا اهم حاجه بتميز ان احنا بنعمل موديلات من القطن، طبعا هي الناس بتبقى حابه ان هي بتقول ان القطن لا بيبين الجسم او بيضايق او كده، بس دي حاجه عمليه بالنسبه للحر، موديل واسع تعمل موديل واسع حاجة. وبنحاول ان احنا بنركب له اكسسوار، يعني هنا الاكسسوري بتاع الفستان سامبل خالص ما فيهوش اي حاجه، بنركب له عقد من الكروشيه وبننزل منه دليات وحاجات، الشنطه تبقى برده فستان ساده ما فيهوش حاجه، فالشنطه تبقى منقوشه ماشيه مع الطقم. حاولنا نستخدم الشنطه ان احنا نعمل فيها خامات جديده من الكتان المطبوع او من القماش المطبوع، بنبتدي نستخدمه ونركب له سلسله على الموضه زي ما الموضه العالميه ماشيه. الفكره كمان ان احنا عملنا فكره جديده في الديفيليه ان احنا خلينا كل شكل الحجاب واحد، يعني خلينا اللفات واحدة. في اللفات واحده والديزاين بتاع اللفه اللي بتدي شبه البوني بالظبط كده، بس كله بالاشاربات زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، ودي حاجه بتبقى مريحه وعمليه جدا في اللبس. يعني هي يعني هو الفستان قطعة واحدة بس كأنه اتنين، بس أكنه اتنين، أكنها لابسة حاجة من قدام وتحتيه بتاع، بس هو قطعة واحدة، هو فستان واحد. هي الفكرة بتبقى برضو في الموديل يا دعاء إن اختيار الألوان هي اللي بتنجح الموديل، يعني اللي هو الواحد بيبقى قاعد مركز إيه يمشي مع إيه، الألوان تبقى متناسقة، الناس بتحبها، الستات بتحب الألوان دي ولا لأ، فدي حاجة مهمة قوي برضو اختيار الألوان. لا الألوان جميلة مع بعض، وفعلا القطن بيكون مريح جدا في اللبس. وانت يعني بتعتمدي في الصيف على الخامة دي؟ على خامة القطن. هي بصي، يعني انا بحب اقول للناس كلها طبعا اللي متابعيني واللي بتهتم وبهتم بارائهم جدا، حتى لو الاراء دي مثلا ممكن تبقى لا الخامة مش عجباني، لا الخامة بتوبر، لا الخامة مش عارفة ايه، الفكرة مش فيا، الخامات دي بتبقى موجودة هي المتاحة في السوق، يعني انا لسه جايه من الصين عشان انا رحت اشتري خامات طبعا، لان احنا عندنا ازمه في خامات في مصر جامده جدا. لو لقيتي لون مثلا سي انت عايزه تشتغلي بيه زي الاسود، انت ممكن تبقي عامله موديل اسود وتيجي تعملي الموديل التاني ما تلاقيش اللون الاسود، فدي بتبقى مشكله بتواجهنا بجد، ان احنا ما عندناش خامات في مصر كويسه جدا، او اللي هو زي ما احنا بنقول احنا يعني القطن بالنسبه لنا هو في مصر اصلا صناعه مصريه 100%،
بس هو بقى التجهيز بتاعه ما بيبقاش كويس يعني. التجهيز هو اللي بيوبر، هو اللي بيبهت، هو اللي بيعمل الحاجات دي، فده غصب عني مش بإرادتي يعني او باراده ارندكي ان احنا متضايقين يعني. واحنا عمرنا ما استرخصنا في ماتيريال يعني. فانا سافرت الفتره دي بجد قلت لا لازم اغير الماتيريال ولازم اشوف انا بنفسي، ان التجار هنا برضو بيبقى ليهم عين غير لما انت تسافري بنفسك وتشوفي بعينك وتبقي عايزه تبقي إيه؟ محتاجه ايه، الكلف بتاعتك ايه، الدنيا ماشيه ازاي، ايه اللي موضه، ايه اللي مش الألوان موضه، الجديدة. الالوان الجديده، الحاجات دي كلها فعلا انت لا يعني. انا قلت اتعب شويه وحاول ان احنا نظبط نفسنا ان احنا لا احنا اللي نسافر واحنا اللي نجيب حاجتنا بنفسنا. فان شاء الله على الشتاء لا هيبقى فيه كولكشن مختلف تماما لار ان كي، وهيبقى فيه يعني ماتيريال تانية خالص، الانجوره والحاجات والحاجات التانية الجديده دي، لا في حاجات حلوه جدا وحاجات لازم تكون في مصر بس هم مش قادرين يجيبوها لنا يعني. بيبقى فيه نقص في السوق المصري جامد قوي في الخامات. طيب تعالي نشوف مع بعض موديلتين ونعلق عليه. هي كانت كلها موديلات الصيف. دي كانت كلها موديلات الصيف، وطبعا هو في دبي، بالنسبه لدبي طبعا هم ما عندهمش شتاء قوي غير هو شهر واحد بس، فالفكره ان يعني الجو عندهم، الجو عندهم هم بيحبوا الاقطان وبيحبوا طبعاً الحاجات اللي هي الخفيفه على الجسم يعني. هنا الفستان ده احنا قلنا نفكر هو فستان سامبل خالص، بس فكرنا ان احنا نعمل عليه شغل خيامية الرجل التنورة. فبرضو كان مدي الشكل حلو بالالوان، ان انت تلعبي بالالوان بتاعت شكل الرسمة على الفستان، بشكل الشنطة تبقى عاملة ازاي، بشكل البوت الصيفي عامل ازاي، بشكل الطرحة، فكل ده بيدي في الاخر شكل حلو للموديل يعني. مش هو فستان وتلبسيه وخلاص تقولي ده تحفة ونيجي نلخبط بقى في اي حاجة تانية يعني. فالفكرة هنا برضو الواحد لازم ينقي الألوان بتاعته وينقي الديزاين بيبقى عامل ازاي مع كل حاجة. انا لما باجي اشتغل ببقى متخيلة ده هيتلبس ازاي، هلبسه كده، طب هلبسه بأني شكل، هلبسه بايه، فده اهم حاجة يعني. بس هو كمان الميزه في الموديلات دي الصيفي غير طبعا ان هي قطن فخفيفه وواسعه طبعا، فمش بتحرك خالص كده، مش بتبين الجسم، وكمان قطعه واحده يعني بالزبط. مش بنضطر نقعد نلبس بقى تحتها مثلا بادي ولا فستان اطول منها عشان نداري، لا هي بتتلبس على طول زي ما تكون فستان. ودي حاجة عملية يعني بالزبط. أهم حاجة الواحد يبقى عنده لبس عملي إن هو ينزل بيه على طول، ما يحرش بقى، ما يحرش كمان، وبيبقى الوقت والحاجات دي كلها بتبقى حاجة مهمة إن احنا نلبس وان بيس يعني. تعالي نشوف الموديل كمان تالت. ده فكرة سلبات برضو احنا كنا عاملينه، برضو احنا بنلعب بالألوان طبعا ان هو يبقى سلبات واسع ويبقى ليه فكرة برضو من فوق ان هو يبقى عامل كروس ويتعمل على الظهر كده. الفكرة كمان هي ازاي تلبس الموديل يعني، برضو ده زي ما بقولك عليه عامل مهم جدا، والأكسسوار اللي تكون حطاها تبقى متناسقة تماما مع الموديل ومع البادي، والألوان كلها تبقى مع بعض متناسقة يعني. بس فهي الفكرة ان السلبات ده ممكن يتلبس بكذا شكل يعني، احنا هنا ملبسينه بالبادي، ممكن هي تلبس عليه فيست جينز وتلبس له بادي كات ويبقى الجاكيت هو بكم يعني. وممكن تلبس له بلو طويل يعني، على حسب كل واحدة هي طريقة لبسها، طريقة لبسها عاملة ازاي. طب قولي لي الالوان بقى اللي انت اشتغلتي بيها في الصيف كانت ايه؟ تقريبا بشتغل بكل الالوان. الفكره يعني ببقى خايفه ان الزبونه تدخل ما تبقاش حابه اللون ده فتبقى حابه التاني، تبقى فبحاول ان انا اعمل من كل موديل مثلا 3 4 الوان بحيث ان هي تدخل تنقي الموديل اللي هي عايزاه يعني، اللون اللي هي عايزاه. بتاخدي بقى من الالوان العالميه وتطوعيها بقى للبشره، لون البشره بتاعنا برضو مش كل، مش كل لون عالمي اقدر البسه، ما بيليقش عليا مثلا الوان معينه يعني. في الوان بره بيستخدموها عمر ما المصريين هيلبسوها خالص يعني بالزبط. وفي افكار طبعا برضو عمرنا ما هنستخدمها لان ما بتبقاش متناسقه معانا كشرقيين يعني. الفكره ان احنا الالوان اللي انا هشتغل مثلا بيها على الشتاء، انا باخد مثلا البورديه اللي هو النبيتي هيبقى موضه قوي الشتاء ده، النبيتي موضه طبعا ده هو الاساسي في الشتاء. الفوشيا الغامق قوي هو اللي برده هيبقى موضه قوي.
جنب الجري بقى والاسود والحاجات طبعا دي. فانت هتاخد معانا اساسي الجري والاسود طول كل الشتاء دول. الشعب المصري كله بيحب الاسود. الجري والاسود لازم. طب يعني خش مع الجري ماشي، بس دخله مع بقى فوشيا ننطقه شويه. ما عندهمش كده، هو اسود. اسود ماشي، حطوا عليه نبيتي زي اللي عشان كده بقول لك بيبقى قليل في السوق من كتر ما هو بيتسحب الاسود من كتر الاستخدام. فبتاع ده، فطبعا احنا هبتدي اركز ان انت مثلا تبقى عامله لاين كده كله نبيتي مدخله فيه الوان تانية، كافيه اسود جري يعني على حسب الالوان. بتاخدي مثلا النبيتي هو لون عالمي في الشتاء، فهتاخديه وتركبي معاه الوان تانية كتير. بالظبط كده. فهي دي الفوشه. الفوشه برضو انت هتاخديه هتركبي كل الالوان معاه، هتركبي الجري، هتركبي اسود، هتركبي كافيه، فهتاخديه وتبتدي تشتغلي بيه اللاين بتاعك. حاجه بتبقى صعبه انه مثلا تشتري بلوزه من مكان وتقعدي تفكري لها وتركبي لها في شرب او جوب او بنطلون من مكان تاني. انا بعمل كده وبزهق وبشحت البلوزه في الاخر. بالظبط، جبتيها ومش عارفه تلبسيها على ايه. والله بصي هنا لما شفت الحلقه، فكانت رانيا صاحبه توكيل اورنج كيف دبي قالت لك في هناك ميزه ان هم بيدخلوا حابين ان الطقم كله على بعضه متناسق، يعني انت ما عندك الطقم وعندك طرحته وعندك البندانه بتاعته، حتى البندانات بيسالوا عليها، عندك الاكسسوري، عندك شنط، وعندك البوت، عندك الصنادل بتاع. فدي حاجه جميله، دي بقى جدا. ميزه جميله قوي، وهي مثلا مش موجوده في دبي، انك تخرجي من المحل شاريه كل الحاجه على بعضها والطقم على بعضه كده. بالظبط. ما بتتعبيش. برضه سمعت كان ناس بيتكلموا في الريبورتاج ان انت لا احنا هنا بيبقى عبايات سودا للمواطنات، يا اما اللاين التاني اللي هو الاوروبيين، فما كانش فيه الوسط اللي هو بتاعنا. بتاعنا احنا بقى. بالظبط. طيب معانا تليفون. نورهان اهلا وسهلا. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. ازيك يا رعاية؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكي، انا مبسوطه جدا ان انا كلمتك. اهلا بيكي يا حبيبه قلبي، منوراني، اتفضلي سؤالك. ربنا يخليكي. انا بس عايزه اقول ان موضوع البوت اللي طالع جديد الصيفي ده جميل جدا، ان دايما البوت بيبقى شتوي وكده، ومعروف ان هو شتوي، لكن موضوع ان هي عاملاه صيفي ده جميل جدا. وعندي سؤال بس لنعيمة عايزه اقولها، هو انا قصيره فما بعرفش البس اي حاجه، يعني الحاجات دي ما بتليش عليا، فهي لو تقدر تساعدني او كده. شكرا يا حبيبه قلبي، حاضر. ميرسي يا دعاء. العفو حبيبتي. لو واحده قصيره طولها ما ينفعش تلبس طويل، تلبس ايه بقى؟ لا لازم تلبس حاجات اللي هي القصيره، مثلا على الجينز واسع، الفيستات، تلبس شميز مثلا وفيست زي اللي انا لابساه ده، تلبس الشميزات بطريقه مختلفه، الفساتين القصيره اللي هي قبل الركبه هنا بشويه كمان. بنحاول نعمل اللاين ده علشان فعلا بيدخلوا ناس قصيره، الحاجات الطويله ما بتلاقيش عليهم. طيب احنا هنروح فاصل يا نوني ونرجع تاني مشاهدينا ونشوف مع بعض الموضه في الالوان للحجاب، ونرجع بعد الفاصل. معاكم مشاهدينا مره تانية على مباشره، وضيفتنا مصممه الازياء نعيمه كامل. نوني بنشوف مع بعض الموديلات وبنعلق على الموديلات والافكار والالوان، نبدا وننزل موديل جديد. بصي ده برضو موديل كنا عاملينه بمناسبه رمضان، يعني كنا عاملينه بالفانوس الخياميه، مدخلين فيه الوان مع بعض متناسقه، وكنا عاملين فكره ان هو يبقى البلوزه لونين والفانوس من قدام يبقى لونه كده منور زاهي يعني. برضو زي ما احنا قلنا كنا عاملين لفه الطرح بطريقه معينه زي التربان وكده. الفكره ان احنا برضو ان احنا بنستخدم، بص هي حياتنا كلها جينز تقريبا، فانت اللي هو تلبسي ممكن تشتري كام حاجه من فوق دي وعلى جينز واحد وعلى نفس البوت ونفس الشنطه الجينز وكده يعني.
فاحنا بنحاول نقتصد برضو للستات يعني. يعني احنا هو الجينز لابسينه والبوتو بنغير بقى بالظبط كده. دي برضو طقم كمان مختلف. بص انا بحب ادخل بحب اللون المطار قوي وهو ناجح. هو ناجح مع لا ده الفستان الاحمر بالفيست الورد احنا مسمينه هنا الورد البلدي اللي هو الاشارطات. بيتعمل فيست وبناخده نقطعه على الفستان بتاع ده بشكل باتش وورك يعني. وبرده ان احنا نكون لابسين العقد يبقى حاجه برده سامبل وبندي روح للطقم بس ما يكونش اوفر يعني. برده هو الجينز هنا اللي هو الستايل من تحت بيتشد من الجنب والبوت. والطقم ده الحمد لله نجح قوي لانه فكره حلوه ولذيذه يعني. وهو مدي الشكل المصري بالظبط كده التراث بتاعنا والحاجه اورينتال يعني. هم هناك كمان حابين يعني لما وقفنا في المحل وكده كان المواطنات هناك حابين الحاجات اللي هي الاورينتال اللي هم لما بيجوا يسافروا الاجازات بيلبسوا الحاجات دي ما بيلبسوش العبايه السوداء. فبيبقوا حابين حاجات افكار وحاجات تبقى فيها التراث والتراث العربي كل واحد في الاخر والاسلامي بالظبط كده. الفكره كمان يا دعاء ان احنا عايزين نقول هو الفكره في اللبس مش ان احنا يعني برضو جاني على الفيسبوك مش لازم تمشي على الموضه العالميه المهم تظبطي خامات ومش عارف امتى. فانا برجع اقول لهم والله انا بعمل المستحيل علشان الخامات تبقى تمام وان احنا نبقى كويسين جدا في الخامات. والفكر كمان انت لما بتشوفي قماشه بتديكي افكار يعني الواحد لما بيشوف القماش انا اقول انا هعمل من ده كذا هدخله في كذا طب هطعمه بكذا فده برضو مهم جدا. كل ده ما كنتش شايفاه هنا صراحه. فلما سافرت ورجعت لقيت لا الموضوع مختلف تماما وعندك فرايتي كتير جدا انت تختاري منها طبعا. تعالي نشوف موديل كمان ينون مع بعض ونعلق عليه على الالوان والخامات. اهم حاجه تناسق الالوان طبعا في اللبس بصراحه والنظافه. تاني انتي تاني. بصي ده المطار زي ما بقولك انا بحب اللون ده قوي ونجح مع المصريين قوي. تحس ان هو بينورنا بينور بشرتنا يعني الاصفرات بالاورانجات بدرجاتهم وهنا بيفتحوا فعلا والله بينور البشره. وغير كده ان هو داخلينه مع الجنزيري والفكره بقى بتاعت العقد يعني احنا واخدين قصائص القماش وعاملين منه العقد. وبندخل مع العقد يعني في القصائص بندخل بقى احجار وخشب وحاجات كده يعني. وطبعا برضو الشنطه بيبقى عليها عامل ان انت خلاص مادام لابسه حاجه ساده يبقى ممكن تلبسي الشنطه منقوشه فيها شكل يعني فيها من الالوان بالظبط من درجات الالوان فبتبقى جميله. ونشوف الطقم اللي بعده برضو على طول ده برضو دي بلوزه عاملاها فكره برضو دي تنفع القصيرين عشان قصيره من قدام بالظبط كده. والفكره انا عاملاها في الكمام من القماش الورد اللي هو الفلاحي. والعقد انا عامله فكره عقد كده برضو من قصائص القماش ومن الجنب فيه كده زي دليه يعني. وعملت حركه طبعا عشان الديفيليه وكده رحت ملبساها على راسها الفكره دي برضو زي عقد برضو فديتها شكل حلو لللبس يعني. هو في الصيف كمان طالع الاكسسوارات في الشعر بالظبط كده فالمحجبه هتاخدها تستخدمها في الحجاب. ورود واكسسوارات بالظبط. ممكن نشوف برضو الموديل الثالث احنا. طب معانا الاول تليفون وبعدين نشوف موديل كمان. منى اهلا يا منى. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي اتفضلي. انا بس كنت عايزه برضو كنت عايزه اسال على موضوع البوتات ده اللي انا شايفاه طالع موضه قوي وناس كتير لابسينه بس ما كنتش عارفه اجيبه منين. البوت الصيفي. البوت الصيفي اللي هو مفتوح من قدام ومن ورا وطويل كده فعلا هينفعنا قوي في لبس معين يعني. وكنت عايزه اسال على البنيهات هي فعلا طالعه موضه وهل بتليق على اي حد؟ تمام يا حبيبتي ميرسي. العفو. البوت الصيفي طبعا هي بقى ترجع ان احنا بننزلهم في كل محلاتنا يعني. البوني اللي هو التربون اللي هو طالع موضه هو طالع موضه بس صراحه انا مش من هواته يعني. انا عندي ان انا اعمل الحاجات دي بالاشارطات والحاجات دي لان هو مش بيليق على كل وش وفعلا انا جيت مثلا جربته على وشي مره قلت ايه ده لا شكلي يعني جوزي اتريق عليا اصلا.
هو فعلا مش بيليق على كل وش يعني، كل واحدة غير التانية، ولازم بيتلبس من تحته برضو بونيهات عشان تظبطه يعني البونيه وتنفخه كده. انت بتعملي مثلا زي ما انت عاملة كده، ممكن الواحد يفتكر انك لابسة بونيه، لا انت عاملة اشارب ومكشكشية، فمدي شكل البونيه بالظبط كده. فهي على حسب وشها، هي لازم تشوفه على وشها الاول وتشوف هيبقى متناسق معاها ولا لا، وبيبقى في اشكال منه كتير يعني، فممكن تختار شكل ان هو يبقى كويس على وشها. طيب نشوف موديل كمان، احنا عندنا موديلات كتير النهاردة. اهو ده مثلا لابس عليه بوليرو جينز. ده بصي الفكرة، ده فستان كات طويل مريح جدا في اللبس ان انت تلبسيه على طول. والفكرة ان انا لبست عليه الجاكيت الجينز بالبوت برضو الصيفي، بحيث ان هو لو طلع شوية وهي ماشية او حاجة يبقى البوت ساتر الرجل يعني. والشنطة برضو واخدة من روح الستايل بتاع الفستان، ان انا عملتها شراشيب من قدام، وبرضو العقد احنا واخدينه من قصائص القماش بنكمل بيه الطقم يعني. جميل والوانه جميله. وهنشوف واحد كمان تاني، ده برضو فستان عاملينه وكنا مدخلين فيه الايتامين، دي قماشه كده بزراير من الجنب ومن قدام من على الصدر. برضو الفكره الجاكيت الجينز هو حاجه عمليه قوي قوي يا دعاء يعني، هو بيليق على كل حاجه وبيبقى سهل ان احنا نلبسه على كل لبس، بعد كده ما بيبقاش مبين البادي يعني. انا مش من هواة اللي ابقى لابسه حاجه كات والبادي باين، ما بحبش انا يعني الشكل ده كده اشيك، فكده اشيك بكتير، وان انت بتبقي بينفعك في حاجات كتيره قوي وبتستخدميه يعني، بيبقى حاجه واحده بتجيبيها بتستخدميها على كل حاجه عندك في الدولاب. هو بيدي شكل كاجوال ولذيذ. انت بقى بالنسبه للسن، كل الاعمار ممكن تلبس الستايلات دي؟ بصي هو على حسب هي ستايلها ايه يعني، احنا مثلا بنخاطب الناس اللي هم الثلاثينات والاربعينات لغايه اول الخمسينات، على حسب هي بتلبس ستايلها ايه، وعلى حسب هي عايزه تغير النيو لوك بتاعها عامل ازاي، عايزه تلبس عامله ازاي يعني. في ناس تبقى جايه ناس يعني كبيره وتقول لي لا اصل احنا نفسنا بقى نلبس كده وندلع نفسنا وبتاع، فمش هتقدري تقولي لها لا يعني. وفي حاجات فعلا بتطلع عليهم حلوه جدا وبيبقوا هم مبسوطين، لان اللبس من الحاجات اللي بتبسط الدماغ طبعا والشوبينج والحاجات طبعا بتدي سعاده. بالظبط كده. بنشوف موديل كمان يدينا سعاده. زي ما بقول لك ده جراي مثلا مدخلاه مع الفوشيا. جميل. وعملت جميل مع بعض الجراي في الفوشيا. انا بحبهم قوي اللونين دول. وبعد كده ده كان بلورو قصير احنا عاملينه، ورحت عامله له بادي طويل ان هو لغايه الركبة عشان ما يبقاش حاجه باينه، والبلورو هو عباره عن كروس من قدام بتلف حوالين الرقبه، وعملت فكره حاجه كده بدل الطرحه يعني، بتلبسي من الطرحه من تحت وبتلبسي عليها الشكل بتاع الطرحه الجديد ده، بيبقى شكله حلو قوي. وبيدي شكل اللي هو حاجه جديده يعني، انت خارجه بحاجه جديده واخدت من اللونين بتوع الطقم، رحت عامله بيهم الطرحه دي. جميل. وفعلا تناسق الالوان لما ما تبقاش فيه الوان كتير في اللبس بيبقى جميل. طبعا. ده موديل كمان الفلاحه. دي الفلاحه برضو من التراث بتاعنا، اللي هي الفلاحه دي، وعملنا فكره الملايه اللف سودا ومن تحتيها قماش كأنها لابسه جلابيه من تحتيها يعني، وحطينا اكسسوري برضو ان هو يدي روح للفستان بحيث ان هو يبقى كله متناسق مع بعض. واحلى حاجه الجو التراثي المصري القديم ده، ولما بتمشي لعلمك يعني لما بتمشي باللبس ده الناس بتبقى شايفه ان يعني مبسوطه بالتراث بتاعنا. أيوة والحاجات بالزبط. دي احنا لما كنا لابسين هناك كده. أيوة. انا وانتي كان هم باصلين ومبسوطين قوي، وانتم مصريين وانتم بتاع، فكان جو حلو ان انت لابسه من التراث بتاعك يعني. احنا ساعات لما فكرنا نلبس قلنا مش عايزين بقى في سواري. أيوة. لا مش هنلبس سواريهات والحاجات دي، فقلنا هنلبس من التراث بتاعنا يعني. بدوي. عبايات بدوي. بالظبط كده. كانت جميلة. فكانت حلوة قوي وطلعت شكلها حلو قوي. فعلا. هنروح لفاصل ونرجع تاني مشاهدينا مع مصممة الأزياء نعيمة كامل، خليكم معي.
معاكم مشاهدينا مرة تانية على أم بشرة، وبنتكلم عن الموديلات وعن الألوان وموضة المحجبات مع مصممة الأزياء نعيمة كامل. تعالوا على طول نشوف مع بعض نوني موديل كمان ونعلق عليه. عندنا موديلات كتيرة النهاردة، عايزين ندي أفكار كتير للمحجبات وألوان يقدروا إن هم يلبسوها. يعني ده برضو بصي دعاء، ده هينفع البنات القصيرة. الفكرة بنطلون واسع، ده بنطلون واسع من الجنبين من تحت انا عاملاه، وفكرة البلوزة اللي فوق دي ده زي فستان دو بياس مع بعض، بس هو لون واحد لونين يعني في قطعة واحدة. برضو الحاجة لما بتبقى سامبل صراحة بتبقى شيك، يعني الواحد لما كل ما يكون بسيط كل ما يكون أشيك وأرقى كده يعني. مش ببهرجة الألوان أو إن أنا أبقى عايزة أحط تطريزة على الموديل ده أو عايزة أملى الموديل ده بحاجة عشان يتباع أو كده، لأ أنا بحس إن أنا كل ما ببسط الحاجة كل ما الحاجة هتبقى سهل إن هي تتباع وسهل الناس تحبها. فالفكرة في الطقم ده إن هو حاجة سامبل خالص وألوانه متناسقة مع بعض، وهي دي الشياكة بالظبط يعني. يعني هو قد ما هو بسيط هو شيك. نشوف موديل كمان، بصي برضه انا بحب ادخل الزهري مع الاخضر، مع ان ده مش كتير يعني نادر ما بيخشوا سوا، بس الفكره برضه ان هو حاجه سامبل. عاملين بنطلون بسيط وعاملين البلوزه فكره من قدام ان هي بتتشد من قدام، برضه ده ينفع البنات القصيرين. وعاملين بقى الاكسسوري اللي هو البدوي اللي هو بتاع تراثنا، مديله شكل حلو وفي نفس الوقت مش كتير يعني. ومع الشنطه مع الطرحه بيبقى ليهم عامل كويس مع بعض كلهم. هي فكرة فعلا الطقم على بعضه بتفرق كتير طبعا. ان انت تدخلي تاخدي كل حاجة على بعضها، مش هتقعدي تلفي زي ما انت قلتي، مش هتقعدي بقى تجيبي البنطلون ده طب هجيب له بلوزة ايه، طب البلوزة دي هجيب لها بادي منين، طب نفس اللون فين، مشكلة كبيرة. فدي مشكلة يعني. معانا روان، اهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي، اتفضلي. كنت عايزه اسال بس الستايلات اللي معروضه دي، انا كنت قست زيها بس بحسها كبيره على سني، انا عندي 21 سنه. 21 سنه؟ تمام. فانا كنت عايزه اعرف في ستايلات زي كده تليق المحجبات اللي في سني، وخاصه كمان ان انا حامل، فعايزه اعرف الحاجه دي هتبقى حلوه عليا ولا لا. ماشي يا حبيبه قلبي، تقومي بالسلامه يا رب. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا دعاء. ربنا يخليكي يا حبيبتي. هي صغيره في السن 21 سنه كمان حامل. ايه الحاجات اللي تليق عليها؟ هي الحاجات اللي هتليق عليها اللي هي زي ما احنا اتكلمنا من شويه، الحاجات اللي هي القصيره دي، البنطلون الواسع ده، كل ده ستايلها وسنها يعني. في حاجات كتير يا روان، خدي بالك من الموديلات قصيره من قدام وطويله من ورا، دي تبقى لذيذه معاها قوي. في حاجات ساعات بنبقى عاملينها وبتبقى في المحلات بس ما بنلحقش مثلا نصورها او ان هي تنزل ديفيليه او كده. موديلات اللي هي بلوزات قصيره، فستان مش عارفه شكله ايه، سلوبات معين، فالحاجات دي كلها تنفعها على حسب ما هي بتبقى شايفه الحاجه على شكلها ازاي يعني. بس فهي ونفس الموديلات ممكن السن الصغير يلبسوها، ممكن يشيلوا بقى الاكسسوارات، يلفوا لفه كده. ابسط بالظبط كده. وفي ماركه الثانيه اللي هي بتاعتنا دي برضو احنا بنحاول نعمل فيها السن الصغير اللي هو الماماهات الصغيره او العشرينات او كده يعني. طيب نشوف كمان طقم جديد. بص دي عباية برضو كانت من الحاجات اللي هي المريحة قوي واحد يلبسها، وكنت حتى بس فيها جلاوة من قدام كده مديها شكل الجلاوهات اللي هي الهندي، فبيديها شكل حلو وفي نفس الوقت ان هي بسيطة وسهلة في اللبس قوي يعني، وكمان قطن برضو، وكمان قطن فمريحة. طيب نشوف موديل كمان. بلوزه قصيره اهي دي مثلا تليق لها، مثلا هي بلوزه قصيره على البنطلون جينز، ومن الجنبين انا عامله فيها فكره شيفون كده مقلم، ومدخله بقى لون فوسفوريك مع الزهري بيبقى حلو قوي برده، وعقد سامبل خالص. هي لو مش عايزه العقد بتشيله او تلبس حاجه اصغر من الحاجات دي، فكل ده بيديها شكل حلو في الايه. لفات الحجاب بتفرق في السن يعني، بحس طبعا ان اللفات اللي قدام هي اللي بتليق على السن الاصغر، اللفات اللي ورا بتكبر برضه بالظبط كده. فاللفه مهمه قوي يعني، في لفه ممكن توحش الطقم
او توحي شكل البنت عموما، وفي لفه تبقى مخليها شكلها حلو وشكلها متناسق مع بعض. كل واحده تقعد تجرب على نفسها اللفات والموديلات، اهم حاجه وتشوف ايه اللي محلي وشها بالظبط، اللي هي تقعد تجرب، هي التجربه هي دي اللي ممكن تطلع المهمة. لفه مختلفه يعني، احنا اول ما اتحجبنا مثلا احنا كنا بنجرب علشان يبقى شكلنا حلو، ما مش جينا مره واحده لقينا نفسنا كده، لا نقعد نجرب وكده. وانا جيت فتره اللي هي قبل العيد على طول عملت الفكره دي في المحلات، جبت حد متخصص لفات طرح ورحت كل فرع وعملت الفكره دي، الزبونه تدخل وهي بتقيس اقول لها طب ايه رايك تاخدي بقى فكره عن لفات الطرح الجديده عشان وانت خارجه في العيد، فلقيت اقبال كويس جدا ونجاح كويس جدا يعني. كويس ان البنات تتعلم لفات الطرح دي، حاجه كده حلوه جدا، تغير حتى فتحس بسعاده كده وتغيير في الحجاب بتاعها. سعيده بقى الايام دي. ايمان، اهلا ايمان. مساء النور، اهلا يا حبيبه قلبي، اتفضلي. عايزه اقول لك بجد برامجك تحفه تحفه. شكرا يا حبيبتي، تبعك على طول. ميرسي يا حبيبتي، ما شاء الله عليكي زي القمر وليك سيك فظيع بجد. اتفضلي يا حبيبه قلبي، متشكره ايمان قوي، اتفضلي. سؤال. ربنا يخليك يا رب. بعد اذنك انا عايزه عشان بس مدام نعومه اقول لها، طبعا احنا بعد الجواز بنختلف تماما يعني، طبعا قبل الجواز بنات جسمنا رفيع، يتجوز كل تقريبا ثلاث ارباع الشعب المصري من تحت طبعا بيزيد. بعد الجواز حاجه وقبل الجواز حاجه. عايزه اقول لك باكل حته مثلا. بيختلف خالص الوضع. تمام. فاحنا دلوقتي انا يعني انا عندي 28 سنه ومش بعرف البس يعني، كل نفسي كله جواكي، لان انا طبعا من فوق صغننه يعني، جسمي فوق صغير ومن تحت مليانه. فبيعملي ازمه، فهل اللبس يعني انا نفسي المصممين ازياء يهتموا بالموضوع ده، لان احنا الشعب المصري ثلاث ارباعه كده، او انا حتى لما بنزل اشتري لبس نفس مشكله زميلاتي صحابي، هي مشكله عامه. صح. يا ريت يعني نبقى نهتم حتى بالمنطقه التحتانيه دي، يعني اللبس احس مثلا احنا ممكن نقدر نلبس. طب انت ايمان يعني مثلا جربتي حاجه من الستايلات دي اللي هي البلوزات الواسعه القطن دي مثلا؟ عارفه مشكلتها انها ساعات بتلزق على الجسم ومكتب نفسها. مثلا لو لبستي عليها بوليرو طويل؟ ما بجرب، فانا قصيره كمان فبتخليني قصيره. فانا دي عندي عايز اقول لك ازمه جدا، كل لبسي تقريبا اللي هو باكيت جينز بوليرو بدل، فانا عايزه الحاجات دي تحفه يعني، عايزه اقول لك تصميم طبعا، والحاجات دي يعني البدل اكيد بتكبرك يعني، مش سنك خالص بدل دي بالظبط، فانا عشان كده بعاني يعني. أيوة. عايزه اقول لك عشان انزل اشتري حاجه والله بقعد الف فعلا، لا تتخيلي قد ايه عشان اشتري طبعا قطعه او قطعتين بالعافيه كمان. صح يا ايمان، عندها حق. بسم الله ما شاء الله، وعايزه اقول لك مدام نعيمه تصميماتها تجنن، فما اشوف حاجه ببقى نفسي ان انا البس الحاجات دي، طبعا الحجم لا يسمح خالص بصراحه. لا ان شاء الله باذن الله تلاقي في الشتاء حاجات كويسه، وميرسي على ذوقك طبعا وعلى مكالمتك. هي فعلا في معاناه طبعا في الاحجام طبعا يعني، والله انا بحط في الفستان يعني قماش كتير جدا، بعد كده يرجعوا يقول لك الفستان غالي، طب ما انا حاطه فيه 4 متر قماش مثلا يعني. ما هو لازم التصميمات في مصر تبقى غير بره، هو فعلا بره المقاسات عندهم مقاسات مختلفه طبعا يعني تماما. انا في حاجات بشتريها مقاس 46 من بره. كنت في الصين ولسه بقول لها طب عايزه مقاسي، تقول لي اكس ال. اكس ال ايه يا ستي، انا بلبس ميديم في بلدنا. انا بره بجيب حاجات مقاس 46 طبعا، فما ببصش بقى على المقاس بتاعهم، مش في حاجه على قدي، فطبعا دي مش حاجه طبيعيه. هي فعلا فالمقاسات هنا غير المقاسات هناك، فعشان كده المصممين لازم يركزوا مع الجسم بتاعنا. ما هحاول والله في الشتاء باذن الله يا ايمان، هكون عامله لك حاجات ليكي عشان طبعا يعني تلبس حاجات برضو كاجوال تليق على سنها. لا طبعا هي من حقها طبعا، وهي فعلا هتلاقي بتعاني فعلا، انا مصدقاها، وفعلا زي ما انت قلت لها الفورمال مش برضو من السن يعني، انت بتلبسيه وانت رايحه مناسبه تلبسيه وانت رايحه حته، لكن مش طول الوقت هتلبسي الفورمال طبعا. فلا فان شاء الله هراعي الحته دي في الشتاء باذن الله. طيب نشوف بقى، نلحق نشوف موديلين ثلاثه كده مع بعض. ده موديل برضو جاكيت جينز، انتي ملبسة عليه؟ لان الفستان كات، والفكرة ان انا جايبة بخارة
البخارات دي بتتجاب من تركيا يعني زي مفارش كده وبتتقطع وتتركب على اللبس. طبعا البخارة ده قماش بيبقى شغل ايد شغل هاند ميد حاجة تراثية ده برضه عايز افهمه طبعا للناس ان ده غالي جدا طبعا. فلما انا احط قطعة منها على لبس او حاجة فانا بدي القطعة حاجة ان هي تكون حاجة ثمينة وقيمة لان اللي بيحب اللبس بيبقى يعني بيحب يشوف حاجة قيمة فده عاملة فكرة الباتش وورك برضو عليه والعقد برضو والجاكيت الجينز مع البنطلون الجينز والبوت هنشوف طقم كمان ده فستان بانتور طبعا انا معايا بانتور اميره بشادي بتعملي البانتور بتاعي اميره برضو عندها بترسم على القماش بترسم على القماش بالالوان الوان مخصصه للقماش فهي بتعمل الديزاين وانا بقول لها اميره طب سيبيني انا هوظفه في الموديل كذا او حاجه فساعتها بقى بنطلع شكل حلو مع بعض احنا الاثنين يعني جميل والرسم على القماش برضو بيدي شكل مختلف طبعا طبعا وبرضو حاجات بتبقى هاند ميد فلازم بتبقى يعني هي بترسمها بايديها فلازم تبقى حاجه قيمه ولازم نحافظ عليها في الغسيل وحاجات كده يعني مش حد يحطها في الغساله ويجي يقول لي اصل الرسمه طلعت طب ما انت حطيتها في الغساله يعني حاجات الهاند ميد دي بتتغسل كده على الايد خفيف خفيف فالحمد لله يعني الواحد بيشوف حاجات صراحه برضو من الستات بتضحك لا طبعا الواحد بيحب اللبس بيحب لبسه وبيحافظ عليه انا بحب اللبس فعلا وبحب بالظبط الحاجات دي بتتغسل على الايد بالراحه كده بالراحه لا بحب اللبس وبحب ان انا فعلا ادي الناس يعني كل الخبره بتاعتي او ان انا بحب اشتغل يعني بحب شغلتي بجد وبحب ان انا اتقن فيها وان انا الواحد يطلع كل ما عنده فعلا فربنا بيديله بعد كده يعني لما احنا وصلنا دبي الحمد لله انت بتنافسي يعني محلات جنبك عالميه يعني انت جنبك محلات عالميه وقدامك وكده فان انت تبقي في الموقع ده وان انت تبذلي كل مجهودك ان انت توصلي معاهم للليفل اللي هم فيه في المهنه فدي حاجه طبعا حلوه جدا طبعا الحمد لله فالحمد لله وطبعا بشكر الناس في دبي ان هم فعلا كمان مهتمين بالتوكيل لان من ضمن العوامل الفتره دي التوكيلات ان انت لما تهتمي بالحاجه بتنجحيها اكتر طبعًا. وبتكبريها غير لما واحده تبقى واخده توكيل وهي عايزه تبقى صاحبه التوكيل وخلاص او ما هي تعملش مجهود. او هي بتاع عايزه تكسب وخلاص وهي قاعده لا في فرق بين اللي بيتعب وربنا بيديله في فرق اللي هو قاعد طبعًا. مش عايز يعمل حاجه طبعا اللي بيعمل مجهود ربنا بيرضيه طبعا بس نسعى والرزق بقى ده على هو ربنا. اهم حاجه طبعًا. انا نفسي كل المصممين اللي في مصر بجد وربنا يعلم فعلا من قلبي ان هم فعلا كلنا نوصل للموضوع ده وكلنا نجتهد لان احنا عندنا فنانات بجد وعندنا ناس شاطره جدا 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 في كل المجالات في الاكسسوري وفي اللبس وفي كل حاجه بس هم يجتهدوا وربنا ان شاء الله هيديهم. طيب نشوف كمان اخر بقى موديل كده او موديلين معانا في حلقتنا النهارده لان وقت الحلقه خلاص بيجري. لا طيب ماشي. دي فكره برضو كانت حلوه قوي الستايل العبايه بس انا بسميه بونشو يعني بنلبسه فوق الجينز برضو هو البرقع البدوي واخدناه حطيناه على البونشو هي فكره البونشو ان هو كتان في قط دي من ضمن الحاجات اللي انا بحاول اغير الماتيريال بتاعتها الكتان مثلا دخلته في وسط القط لعبت باللون الاحمر والاسود مع البرقع فمديله شكل حلو قوي ده برضو من الحاجات اللي انت تبقي لابساها وماشيه شايفه ان هي من التراث بتاعنا. نشوف موديل كمان الموديل ده بقى مش عايزه اقولك ان هو نجح معانا الحمد لله نجاح بيه هما قطعتين فوق بعض بادي طويل بهاي كول عملته عشان ما تبقاش هي محتاجه تلبس كذا حاجه فوق بعض وعليه البونشو ده بالكابيشون وشكله كده يعني سن صغير ليه على كل العشرينات سن العشرينات بنات الجامعه الفكره بتاعته ان هو روش واسع مش بيلزع على الجسم لا لان بتاع ده فهو والفكره ان الشنطه برده مدياله شكل حلو فبحاول اطور برده في ستايل الشنط يعني لا برافو عليكي واللي بيتعب وبيعمل مجهود في حاجه بتبان ما شاء الله طبعا المجهود واضح
وعشان كده ربنا بيكرمك وربنا يكرمك يا نوني على كل حاجه بتعمليها في شغلك وفي مجال الخير طبعا، واحنا مع بعض مش بس في الشغل وفي اللبس وفي الموضه بتاعت المحجبات، وهي حاجه طبعا مهمه جدا، لكن كمان في الشغل اللي ما هو ناخد نيه برضو، يعني ده اللي انا عايزه اقوله للناس، ان احنا ناخد نيه ان انت لما تيجي تعملي دعايه اعملي دعايه لنفسك، بس انت ممكن تدخليها في الخير. اعملي دعايه بس ان انت تفرحي قلب الناس كمان. بالظبط كده، فدي اهم حاجه، وربنا يكرمنا كلنا يا رب. يا رب، وربنا يتقبل ويفتح لك كده سكك وابواب رزق ان شاء الله، ولكل الناس يا رب يديهم كده من الحلال. بشكرك جدا ونورتينا النهارده. منوره بوجودك. شكرا يا حبيبتي، وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.